السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن دورة الألعاب الرياضية والنوم في مكتب الإغاثة الإسلامية في عام 1990، I think 1992 أو 93، لا أتذكر بالتفصيل. يعني كان هناك بعض الأماكن في مركز الإغاثة الإسلامية في مدينة برمنغهام. احنا كنا بنترك الشباب الصغار اللي جايين من مدن اخرى انهم يبيتوا في هذا المكان على الارض، ومعاهم اللي هم الحاجيات بتاعتهم في ليلة المسابقة الالعاب الرياضية. وكان هناك فريقين من الشباب الصغير تحت 16 سنة اتوا وناموا، واحنا كنا مشغولين بنلف يمين وشمال عشان الترتيبات النهائية في ليلة هذا الحدث الكبير. وأنا عديت عليهم حوالي الساعة 12 واحدة، الساعة 1 صباحا تقريبا، ولقيتهم بيتكلموا. قلت لهم يا شباب انتوا هتلعبوا بكرة، فعلينا انكم تناموا عشان ترتاحوا. وانشغلت أنا في أشياء كتيرة جدا، ورجعت لهم بعد ساعتين أو 3 ساعات، يعني الساعة 2 أو الساعة 3، ولقيتهم برضك ما زالوا قاعدين بيتكلموا، شباب صغير بقى وسهران الصبح إلى آخره. فدخلت عليهم وكنت يعني حازم جدا فيما أقوله، قائلا لهم يعني شوفوا، لو انتم مش هتناموا وتصحوا تصلوا الفجر الصباح مش هتكسبوا. ومتقفل عليهم النور ومشيت. وابتدى اليوم بعد الساعة 8 صباحا، بدأت مسابقات كرة القدم وغيرها، كرة الطايرة وكرة الطاولة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وعلى الساعة 5 أو 6 مساء لقيت حوالي 15 أو شاب أو أكثر أو أقل في سن ما أقل من 18 وأقل من 16 سنة قاعدين قدامي فرحانين وبيتنططوا ويقولوا كسبنا 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 كسبنا. فأنا طبعا قلت لهم انتوا مين؟ هم بالك قالوا لنا احنا اللي كنا بايتين في مكتب الإغاثة، وانت تحدثنا وقلت لنا مش هنكسب الا لما ننام ونرتاح ونصحى نصلي الفجر. والحمد لله نمنا وسمعنا كلامك وارتحنا وصلينا الفجر وكسبنا العمرين تحت 12 او تحت 14 او تحت 16 سنة يعني. فكان سعادة كبيرة جدا بكلمة أنت ممكن تلقيها على أسماع شباب فتية متحمسين بيعشقوا كرة القدم ويعتبروها بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، وجايين من مدينة فرعية في برمنغهام اسمها مدينة برادفورد لمدينة برمنغهام أكبر بكتير عشان يتنافسوا مع 120 فرقة. وكلمة بسيطة أنت بتقولها للشباب بتغير مجرى حياتهم، خاصة إذا كان في شيء هم بيحبوه. وجزاكم الله خيرا على حسن السماع، ونلتقي في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.